أنا نحب قيد في الانتخابات، علاش؟ واضح علاش، باش نلقى شكون يحترمني، باش نعيش في تونس اللي أنا نفكر فيها، وين فما الديمقراطية، فما الحرية، فما إنك تعبر بكل حرية، ونتواصل مع صحابي ونعبر. بعد الانتخابات اللي هي 23 أكتوبر، شنو نجم يصير؟ ان شاء الله برشا حاجات باش تتحقق. اولها اني نعبر بحريه، الثاني اني نتواصل، نحكي، نتكلم كاي مواطن تونسي وندافع على حقي. والمجلس التاسيسي شنو هو بالضبط؟ والاشخاص في المجلس التاسيسي شكون؟ الاشخاص في المجلس التاسيسي هما منتخبين ومهمتهم يجتمعوا ويتواصلوا باش يحضروا الدستور، ياسس القانون، ياسس التونسي الجديده اللي احنا نفكروا فيها. أما ردوا بالنا، إذا ما مشيناش ما قيدناش ما نجمش نمارس حقي في الانتخاب، وهذا راه يرجعنا للنظام القديم ويرجعنا بعد الثورة، ما قبل الثورة. أنت تفكر في المستقبل وبعد الانتخابات شنو نجم يكون؟ سهل ياسر، نجم تتكلم بحرية، نجم تلقى ديمقراطية، نجم تلقى شكون يسمع، نجم تلقى خدمة كما شباب تونس الكل، وتدافع على حقك، وهذا نورمال ما حقك كمواطن تونسي. توا الصم الكل، العائلات، الأخ، البو، الأم، الكل، الكبير، الصغير، الكل يلزمنا نمشو نقايدو، وفرصة باش نمشو نقايدو باش نمارسو حقنا في الانتخاب. وهذا وين باش يكون؟ هذا سهل ياسر، في البلديات، في المعتمدات. وزاد ما ننساوش بالنسبة للأشخاص اللي يعيشوا لبرا، راهم قادرين باش يقيدوا ويمارسوا حقهم في الانتخاب في القنصلية وإلا يقيدوا في السفارات. هذا كله ما ننساوش قبل 14 أوت. أنا شاب أصم مشيت قيد، وأنت وقتاش بتمشي تقيد؟